احبك يا بلدي وحبي لك يا مارا، اللي فيك الحبايب اهل وجار وجارة. ولو خيروني ولو حكموني ولو قالولي هعيش في قصور، انا عشت فيك تحلى ولو سكنوني في حقارة. الله عليك يا قطقط يا ملك الموال، مش بس الدراسة العلمية يعني. اه
أما بالنسبة لي أنا اللي... يا مرفت مرفت تيجي الاجتماع ما تنسيش ها؟ أنا بالنسبة لي تعلمت حاجات كتير قوي يا كوكي تكتب في كتب ومجلدات وموسوعات حضارية. يا سيدي كتب ومجلدات وموسوعات مرة واحدة؟ طبعا. شوفي يا كوكي أنا اتعلمت كتير عن الألعاب الرياضية اللي كنت لا أعلم فيها شيئا البتة ولا أعرف فيها شيئا خالص. فعلا يا قطر، ولما كنا بنصلي لأصحابنا بالليل قبل ما ننام علشان ربنا يحل كل مشاكلهم، وتعلمت أني مش أي حاجة اسمعها أقولها إذا كانت صح أو غلط لازم أفكر قبل ما أتكلم. التفكير ده شيء مهم قوي علشان عقولنا وقلوبنا وحياتنا الاجتماعية والشخصية كمان. صحيح حقيقي. أنا جوعت قوي يا كوكي. وأنا كمان. بس إحنا بعد ما ناكل يا قطط هنروح فين؟ نروح ناكل آيس كريم. هيوحشنا قوي الآيس كريم بتاع الحارة، أو بمعنى آخر الجولاتي. طب وبعد الآيس كريم هنعمل إيه؟ ممكن ناكل كبدة ومخ من عند عم هوهو. أصل الكبدة والمخ بتوع عم هوهو. أنت وقفتي ليه كده؟ ماشي، انا بقول اسيبك انت تاخد جولة على الكافيتريات والمطاعم والهوها والكبدة بتاعتك دي، واروح انا لانكل اشرف وتانتي فيولا. طب استني انا هاجي معاكي بقى. ليه مش هتاكل ولا ايه؟ يا عطط هتيجي ولا لا؟ مش عارف. كل دي هدايا؟ انتوا عندكوا عيد ميلاد ولا ايه؟ لا يا قطط، الهدايا دي ليك انت وكوكي. يا سعدك يا هناك يا قطط. ايوه بس يعني الهدايا دي كلها لينا ليه يعني؟ كل اصحابكم في الحاره عايزين يعبروا عن حبهم ليكم. بس يا ترى جابولي بلاي ستيشن 5 وايرلس او سكوتر فتيس غرز. بتقول حاجة قطط؟ لا بفكر، بس عندي مشكلة. ايه ده؟ مشكلة ايه يا قطط؟ هننقل كل الهدايا دي لبيتنا ازاي؟ ما تقلقش خالص يا قطط، انا وانكل هنجيبها لكم. ممكن يا كوكي اطلب منك طلب؟ لا يا قطط، انا اللي عاوزة اطلب منك طلب. طيب قولي طلبك. لا قول انت طلبك الاول. هو طلبي انا بالنسبة للهدية. ايه ده؟ هو انا كمان طلبي بالنسبة للهدية برضو؟ انت بتعالي كده؟ خدي بقى عريخة بقدك عريخة ابقرخة بخيرة. ياه مش ممكن يا قطط، ده انا كنت هقولك نفس الكلام. وفي اصل بصراحة انا وقطط فكرنا اننا نشارك اخواتنا اللي ما عندهمش لعب بالهدايا دي. وانا وكوكي فكرنا نروح اي مكان في اخوة الرب اللي ما عندهمش حد يجيب لهم هدايا او ما عندهمش فلوس ونقدم لهم محبتنا. فكرة جميلة يا كوكي انت وقطط. هي دي المحبة العملية يا ولاد، بجد برافو عليكم. اغلى من
خليك شجرة شجرة جميلة ورقها كتير تطرح ثمرة فرح وداع وحب كبير خليك شجرة شجرة جميلة ورقها كتير تطرح ثمرة فرح وداع وحب كبير حبك فرحك ويا إيمانك ثمرة لذيذة بطعم جميل وودعتك دي سر جمالك خليك شمعة تنور ليل حبك فرحك ويا إيمانك ثمرة لذيذة بطعم جميل وودعتك دي سر جمالك خليك شمعة تنور ليل ازيك يا سوستا؟ ايه النور ده كله؟ الورشة منورة. ده كله نور ربنا عم سليم. نورت يا كوكي، نورت يا طقيته. تشربوا ايه بقى؟ لا 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 مش هينفع يا ما نشرب ايه يا مش هينفع يا عم سليم. معلش هما دلوقتي رايحين يسلموا على كل اصحابهم. معلش يا سليم خليها وقت تاني كده. يبقى لازم تيجوا زيارة على طول بقى. اكيد طبعا يا عم سليم هنجيلكوا دايما. ايه بس انت ما تنسيش بقى اللي قلت لك عليه بقى. ها انا عمري ما انسى كلامك الجميل يا قطقيته. هو في ايه؟ هات مفتاح قطقط يا سوستا. مفتاح قطقط؟ لا دي ليها حكايه طويله. مره قطقط عدى عليا وانا في الورشه كنت زعلان قوي. قعد يحكي معايا على محبه يسوع وقال لي خد المفتاح دوت اقفل بيه على كل حاجه وحشه، ما تفتحش الا الحاجات الحلوه اللي اديها لك يسوع. من يومها كل ما اجز على واتضايق افتكر كلام قطقيته وما افتحش غير الحاجات الحلوه بس، وعمري ما ازعل ابدا. ايوه المفتاح وكده يعني بيتكلم بلغه الميكانيكيه. ما نقعد نشرب حاجه بقى يا انكل. يا ده سوستا. على فكره يا كوكي انت وقطقط هتوحشوني قوي قوي قوي. وانت اكتر يا عم فتحي هتوحشنا قوي قوي قوي. مش انت بس بصراحه، انت وفاكهتك وخضارك وفجلك حتى برو دي برضو هتوحشنا. كوكي وقطط كانوا ضيوفنا الوقت اللي فات ده كله، علشان كده بقى انا حطيت لهم كيسين الفاكهه دول علشان يفتكروا الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه. ميرسي قوي يا عم فتحي. متشكرين بس انا مش فاهم قصدك ايه. كلام ايه اللي احنا فكرنا فيه ده؟ فاكر يا قطط انت وكوكي لما كنا بنتكلم عن الروح؟ يا عم فتحي الكيسين دول فيهم ثمار، اول ما تشوفوهم هتفتكروا ثمار الروح اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي ايه؟ عندنا محبة وفرح وسلام وطول عناء وصلاح وإيمان. وانا مستني منكم كمان زيارة تيجوا وتفرحوني، وربنا يفرح قلبكم يا رب. انا زعلان قوي يا كوكي. زعلان من ايه بس يا توني؟ زعلان ان احنا مش هنقعد تاني زي الاول. انا اتعودت ان احنا نقعد في الحارة نقرأ الكتاب المقدس ونسمع ونتكلم، وهو ده كان هدف خدمتنا هنا في الحارة يا بولا، اننا نتعلم من بعض حاجات كتيرة قوي. انا اتعلمت منكم ان اكون خادم ومش خادم. يعني ايه خادم ومش خادم؟ مش غريبة دي شوية؟ انا قصدي يعني اقطقط ان اخدم اصحابي في حياتهم الدينية والاجتماعية من غير ما ياخدوا بالهم. احنا كلنا اخوات في محبة يسوع، والمحبة اللي احنا شفناها هنا في الحارة كانت كبيرة قوي. بصراحة دي محبة بتدي كل شيء. مفيش مرة حد عارف ان جعان هنا الا وعزمني على اكل على طول. وكوكي هتوحشنا قوي بهدوءها وطاعتها ورقتها. انا مامتي كل ما اشوفك تقولي يا رب يا رب كوني زي كوكي. وما قالت لكيش تكوني زي قطقط ليه؟ كوكي انت زي العسل وساعدتينا كتير. ما تقولوش كده يا اصحابي، فراقكم ده يزعلني قوي. انا عاوزاكم تيجوا عندنا ونتقابل كتير في الكنيسه وننزل خدمه مع بعض في اماكن تانية كتير. ياه ده انا نسيت حاجه مهمه قوي. نسيت ايه يا قطقط؟ تعالي كده. ايوه فعلا يا قطقط. طب يلا
رايحين فين؟ معلش هنروح مشوار كده وهنرجع تاني. يلا 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 كوكي بقى يلا يلا. هو معقولة انا ممكن انزل خدمة معاكم؟ اه طبعا يا قطر، احنا بنعمل خدمة لأهالي المناطق الشعبية وممكن تخدم معانا. انا فرحانة قوي علشان ده اول يوم ننزل فيه خدمة في الحارة. انت قطر مش كده؟ وانت بقى الأمورة كوكي صح؟ تمام. وانت عم حنة مش كده؟ قول اه قول اه. على سلامتك يا كريم. شكرا ليك يا أنكل أشرف، شكرا ليك يا كوكي، انت وقطع. انا عازمكم على الغدا عندي النهاردة يا جماعة. ايه انت دايما مشاكر دايما راضي رايح جاي من الحتة دي يا حبيبي. بس يا ده نشاز فظيع. نشاز كتر خيرك، اتمنى دي ما تكونش مجامله، ربنا يخليك. صباح الخير يا عم فجله. قلت لك ما تقولوش يا كوكي القرف ده. ايه الريحة المقرفة دي؟ انت مش تقولي؟ لا انكل انت مش عارف ولا ايه؟ لا هو انا عارفك، بس مين مين اللي ريحته مقرفة اللي معاك ده؟ انا خدامك قطقط. تعلمنا حاجات وحاجات.
هنرجع يكون بشوية حلقات هنحب ونتعلم نفرح ونسمع أحلى الحكايات.